السلام عليكم شباب، يا رب الخير، إن شاء الله الصحة والسلامة على الجميع. لكن دكتور كرار تدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة واسط قسم إدارة الأعمال. اليوم راح نتعلم شلون نربط الجوجل ترانسليت بالجوجل شيت. شنو الهدف منها؟ الهدف أنه أنا أي كلمة راح أكتبها بأي خلية بالجوجل شيت مباشرة راح تترجم من واحدها من الإنجليزية للعربية، أو إذا تريد بالعكس، أو إذا تريد من أي لغة لأي لغة أنت تحبها. هذه المحاضرة الثانية من محاضرات تطوير قدرات الطلاب. الهدف منها أنه أنت من تتخرج مو بس تعرف يعني موادك العلمية اللي أنت دارسها، لا، إلى جانبها راح يكون يعني حلو أنه أنت يكون عندك نوعا ما بعض القدرات والمهارات باستخدام الحاسبة. المحاضرة الأولى تطوير قدرات الطلاب راح تشوفوها بصندوق الوصف. المهم أريد هسه احنا إذا ناخذ يعني آخر محاضرة أخذناها سوية، وراح أكتب منها مجموعة كلمات. مثلا أكتب customer، أكتب customers، أكتب مثلا segmenting، اكتب مثلا ريفينو، اكتب كوست، مثلا اكتب بروفيت، اكتب مثلا يعني نقدر نختار الاستيسيتي. نفرض هذه الكلمات أنا ما أعرف معناها وأريد أترجمها للعربية مباشرة. أكو شيء مثل الدوال اللي إحنا نعرفها بالمايكروسوفت إكسل أو بالجوجل شيت، اللي بمجرد ما أكتب يساوي راح أكتب جوجل، هو يطلع لي جوجل ترانسليت. بمجرد ما أدوس هنا شباب جاي شوف جاي ينطيني مثال على الدالة اللي راح تنكتب. هنا أنا بس ركز وياي، الأمور جدا بسيطة. فشوف هذا أول واحد اللي هو text، أظلل الكلمات اللي أنا أريد أترجمها، فأظلل العمود هذا كله، ظللته. بعدين فارزة اللي هي حرف الواو، بس أنا لازم أحول اللغة إنجليزي، راح يطلع لي مكتوب هنا source language، يعني منين تريد تترجم لوين. فالسورس اللي هو English دائما رمزها EN، فأستخدم هذه الكوتيشن اللي هي بحرف الطاء واكتب EN واسدها، هم شفت وطاء، راح اكتب فارزه. راح تيجي التارجت لانجوج، اللغه اللي انت تريد تترجم لها، همينه ادوس شفت وطاء، طبعا لازم احول اللغه انجليزي، واكتب AR اللي هي العربي، اسدها وبعدين اسد القوس. مجرد ادوس انتر راح يبدي يسوي لودينج. شوف ترجمها الى عملاء، أدوس على هذا وأبقى دايس وأنزل وأنتظر شوية، اعتمادا على قوة الانترنت راح أشوف راح يترجم لي segmenting تجزئة، revenue إيرادات، cost كلفة، profit ربح، وإلاستيسيتي مرونة. فأنا شو أسوي بهذا عمود الأي؟ أكتب كل الكلمات اللي أنا أريد أترجمهن، وبحقل البي أو بعمود البي أكتب الدالة مالتي اللي هي راح أراويكم إياها مرة ثانية، جوجل هذه، ومجرد أدوس أنتر وأضغط على هذا وأسحب المؤشر. فأنا بهذا الشيت ربطت جوجل ترانسليت اللي هو هذا، ربطته بالجوجل شيت. أتمنى استفادينا من هذا الشيء، يا ريت يعني تعيدوه. أنا كان هذا الجوجل شيت سويت له شير وياكم، بس انا اريدك تجرب. اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله راح يكون عندنا محاضرات بنفس الـ يعني بنفس الـ المنهاج بالايام الجايه. اذا عجبكم كتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم او شنو تريدون نطور بعد، بس هذه فكره حلوه ان انا اربط الجوجل ترانسليت بالجوجل شيت. اتمنى لكم الموفقيه ويا رب صحه وسلامه. في امان الله.